شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة. تنوري على بعد خطوة من الانضمام إلى نادي نيس. يوجد الدولي الجزائري الظهير الأيسر لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي ريان أيت نوري على بعد خطوة من مغادرة صفوف فريقه والانضمام إلى تشكيلة نادي نيس الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وبحسب ما كشفته مصادر إعلامية فرنسية، فإن بعض التفاصيل الصغيرة فقد تبقى تفصل إدارتي نادي وولفرهامبتون الأنجليزي ونظيرتها نيس الفرنسي لتجسيد صفقة انتقال الدولي الجزائري إلى النادي الفرنسي. وأوضحت ذات المصادر أن التفاوض بين إدارة الفريقين جار على إيجاد الصيغة المثالية التي تسمح لنادي نيس التعاقد مع اللاعب الجزائري بعد الاستجابة لبعض مطالب النادي الأنجليزي. وكان أيد نوري وافق على الانتقال إلى صفوف نيس الفرنسي الذي سيمنح له فرصة اللعب بانتظام بعد خروجه من حسابات المدرب الإسباني لنادي وولفرهامبتون الأنجليزي جوليان لوبيتيجي الذي لم يعتمد عليه خلال الموسم الماضي إلا نادرا. ولم يكن مدافع الخضر راض على وضعيته الاحتياطية مع وولفرهامبتون، هو الذي انتقل إلى الدوري الأنجليزي من أجل التألق، لكن قدوم المدرب الإسباني أخلط كامل حساباته ودفعه لمغادرة النادي. ويعاني نادي نيس على مستوى الجهة اليسرى للدفاع، ويرى في أيد النوري اللاعب المثالي الذي بإمكانه حل هذه المشكلة. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة.